طيب الأستاذ أحمد ترجل الفارس وفتح الباب أمام متسابقين جدد أكيد في خواتيم هذا البرنامج، وخلونا نرحب الآن بالمتسابقين الجدد معنا في هذا اللقاء. ومحمد سليمان محمد، حمزة مصطفى عبد القادر، القاسم محمد حمودة، صلاح عبد الحفيظ، نعم تمام جاهزين، عاصمة ولاية الجزيرة، الجواب صح، تفضل معانا حمزة. حمزة أهلا بك، الله يسلمك، خلينا نتعرف عليك كده سريع. نعم تمام، نحن بنحييك، لكن الإخوة في الجاليري بيروا إنه في مشكلة في الصوت ما واضح، نشوف الصوت معاكم إذا كان واضح عشان ننطلق في الرحلة دي عشان الزمن. تمام، إذا مصطفى على بال ما نهيئ الطيارة ونهيئ نفسنا، فاصل قصير كده ونجي طوالي نواصل، كل سنة وأنت طيب. هذا البرنامج برعاية أهلا بكم من جديد، ومرحب بالبشمهندس حمزة مصطفى وبمدني وصل إلى ما قبل إجراءات السفر. ثلاثة أسئلة سريعة بشمهندس ومنها ننطلق إن شاء الله. نشوف السؤال الأول، ما هو الحيوان الذي كان برفقة أصحاب الكهف؟ البقرة، الكلب، الحمار، الناقة. ناخذ الإجابة اثنين. جواب صح، جواب صح. نشوف السؤال الثاني، صح أم خطأ المعلومة، أول رئيس الوزراء بعد أول انتخابات في السودان عام 53 هو محمد أحمد المحجوب. إجابة صحيحة. لا ما تثبت، هو لو ثبتت انتهيت. هاي أول رئيس للوزراء بعد انتخابات السودان في عام 53 محمد أحمد المحجوب. جاب خطأ، جاب خطأ، ثبت. خطأ وجواب صح. نحن ما بس قبل الطيارة دي شوية صعبة قبل ما تركب تنزل يعني. على كل نمشي نشوف السؤال بعده، مدينة الشيكيني بتقع في ولاية الجزيرة، اشتهرت بأنها مقر أحد المشايخ المعروفين على نطاق السودان، من هو؟ المشايخ المعروفين عبد القادر الجيلاني، على ما اعتقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. ها؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني، لكن ما متاكد من الاجابه النهائي. الشيكينيبة قلت عبد القادر الجيلاني، الشيكينيبة الشيخ فرح والتكتو، عبد القادر الجيلاني الشيخ، الشيخ والتكتوك. بدي خيارات عشان ما تطلع من قبل الطيارة. ممكن
يعني ده تجاوز استثناء واستثناء الدنيا استثناء عيد صعب. قبل الطيارة صعبة شوية النزول. الشيخ البرعي الشيخ المكاشفي مكاشفي الشيخ الجيلاني جيلاني مكاشفي الشيخ المكاشفي مكاشفي المكاشفي المكاشفي الشيخ البرعي. هنقيف إذا قلت الشيخ البرعي أساساً محله خارج ولاية مدني، والشيخ الجيلاني الشيخ المكاشفي ما حيكون الشيخ المكاشفي. الجواب صح. بس مهندس حمزة ركبنا الطيارة جلينا بعد كده أنت والجو والمطبات والمطبات تمام. أدونا السؤال نشوف السؤال. أغنية الطير المهاجر لمحمد وردي ملأت الدنيا وشغلت الناس منذ منتصف الستينيات وإلى يومنا هذا، فمن هو شاعرها؟ صلاح أحمد محمد صالح، صلاح أحمد إبراهيم، صلاح أحمد إبراهيم. تكرر مرة ثانية، في خطأ، الإجابة مكررة بالتالي يعني من حظك لأنه تكررت الإجابة في الكمبيوتر، جاب إجابة مكررة. هنستبدل السؤال نجيب سؤال بعده. كنت هتختار منه؟ كنت هختار صلاح أحمد إبراهيم. صحيح. نشوف السؤال البعد. كم عدد أبواب النار؟ 7 8 9 10 أبواب النار وأبواب الجنة. أعتقد أن الإجابة الأولى إجابة 7 هي الإجابة الأقرب للصحيح أو الأقرب للواقع. 7 هي الجنة 7. نعم السماوات 7، الجنة 7 والنار 7. ما أظن أنه في إجابة. طيب أنا إذا أقول استبعد 9 والعشرة الآن عدد كبير. عندك حذف إجابتين في المرحلة. ممكن نحذف إجابتين. نحذف إجابتين. نحذف إجابتين لحمزة في 7 و10. تكون الإجابة 10. 10 10 10 دي فتحت عليك أبواب الجحيم. هي كده أنا توقعتها من الأول. نعم لأنه هم 7. هم 7 7 أبواب. على كل نحن كسبنا شوفتك وكسبنا مشاركتك، لكن احيانا يعني الاسئله تجي كذا شكلها كذا، هي تريك اسئله اسئله خدعيه. نعم شكرا يا باشمهندس. على كل كنت ضيف علينا عزيز. اذا مشاهدي الكرام شكرا 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 شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. اذا مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء حناخذ فاصل قصير جدا ومن بعده نختم هذا البرنامج. فكر انت في الخرطوم. هذا البرنامج